أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. في الحين بزاف التأهل ديالنا أول مرة سمعت عليه، مبروك علينا كل واخا كلشي كان حاقرنا، الحمد لله التأهل أول مرة. شكرا ديموسيس 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 ديموسيس. جماهير المسفيوية اللي حجت المدينة الجديدة واللي كتساند فريق أولمبيك أس في طيلة الموسم ومن زمان طبعا، ما يمكنش هي ننسى كل مكونات فريق ديال أولمبيك أس في اللاعبين الأطر الإدارة المكتب جميع اللي ساهم في هذا الانتصار والسامع اللي جميع اللي ساهم في هذه اللحظه التاريخيه اللي كنعيشوها اليوم. كنبغي نوجه ليه الشكر والتقدير وتنقول لكم ان شاء الله تشرفونا وزيدوا حمرنا الوجه في العيون ان شاء الله. حنايا مع اسفي وديما نبقى اسفي في القلب، عيون عينيه والساقيه الحمرانيه والكاس كاس يا سيدي.